أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets. نرحب بكم بهذا التقرير عن مطلع تعاملات هذا الأسبوع. بلا شك سوف نركز أولا على أهم وأبرز الأحداث التي أخذت مكانها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكنت أنجيلا ميركل من الفوز مجددا بالانتخابات الألمانية، وحصدت هي والتحالف الأحزاب الأخرى 33% من الأصوات، وبالتالي ستعود مجددا أو ستبقى مجددا. ذلك أعطى نوع من الطمأنينة في الأسواق الألمانية، وظهر ذلك على مؤشر الداكس الألماني. ولكن الأبرز من ذلك كان اليورو قد افتتح بفجوة سعرية بالاتجاه المنخفض بحوالي 50 نقطة خلال تعاملات هذا الأسبوع أو بداية تعاملات هذا الأسبوع، وذلك نظرا لقوة الدولار الأمريكي التي فرضت نفسها أولا دون أي تفسير آخر غير ذلك. ما ننتظره خلال تعاملات هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث، أولها السياسية، حيث في اليابان شينزو آبي يعني هناك دعوة وإلى أن يقوم بإعلان انتخابات مبكرة، وسيقوم بحل البرلمان في 28 سبتمبر، وبالتالي سيكون ذلك له تأثيرات كبيرة على الأسواق اليابانية. طبعا ذكرت بلومبرغ أن هذه نية شينزو آبي تكمن وراء رغبته بتمرير حزمة تيسير أكبر وتقدر بحوالي 17 مليار دولار أمريكي، ولتحقيق ذلك دعا إلى انتخابات مبكرة ليحصل على تأييد أكبر وأفضل في البرلمان. إضافة إلى هذه الأحداث ننتظر جملة من البيانات الأمريكية المهمة متمثلة بمبيعات المنازل الأمريكية، إضافة إلى مجموعة من الأرقام متمثلة بطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ما يسمى بالبيانات الدورية التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية مثل بيانات الإعانة ضد البطالة التي ستصدر يوم الأربعاء، إضافة إلى أرقام النمو الأمريكية القراءات الأولى عن الربع الماضي. هذه هي البيانات الأكثر أهمية، إضافة إلى حديث لجانيت يالين رئيسة الفيدرال الأمريكي وماريو دراغي سيكون نوعا ما ملهب للأسواق ولتحركات الدولار الأمريكي واليورو على وجه التحديد. انتهينا من البيانات الاقتصادية الأهم خلال هذا الأسبوع، وسنذهب جولة على أبرز المنتجات والأكثر تحركا، نظرة فنية على هذه المنتجات. نبتدأ مع أول منتج لدينا وهو مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات. نلاحظ أن هذا المؤشر حاليا في الوقت الحالي هو عند مستويات 92.47. طبعا استهدافات هذا المؤشر ممكن أن تكون بالاتجاه الصاعد بشكل أكبر، حيث تلقى الدولار الأمريكي الدعم خلال الأسبوع الماضي بعد قرار الـ FOMC الذي أشار بشكل واضح وصريح عن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة ثالثة خلال هذا العام. أضف إلى ذلك انطلاق تقليص ميزانية الفيدرالي التي هي بواقع 4.2 تريليون دولار أمريكي يتم تقليصها بشكل 50 مليار دولار أمريكي شهريا. هذا بحد ذاته أعطى نوع من الزخم للدولار الأمريكي، حيث الفيدرالي الأمريكي يعني يعمل برنامج دايت لميزانيته وتقليص بشكل كبير لهذه الميزانية حتى يكون مستعدا لأي إجراءات مستقبلية، وحتى يكون توجه دائم نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. هذا كانت انعكاسه قوة في الدولار الأمريكي. والآن الدولار الأمريكي فنيا تمكن من كسر واختراق بخط الاتجاه الهابط الذي كان موجود فيه بعد الاختراق الكاذب اللي نحن شايفينه هون، تمكن من الاختراق مرة أخرى وإعادة اختباره مرة أخرى كمستوى دعم. الآن ما نحتاجه حتى يكمل بالاتجاه الصاعد اختراق مستويات 92.62 التي تمثل قمة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، وعندها ستكون استهدافاتنا التالية هي مستويات 94. بالنسبة لزوج اليورو دولار أمريكي الذي ذكرنا أنه افتتح بفجوة سعرية خلال تعاملات اليوم بشكل واضح، تمكن من الهبوط بشكل أكبر، علما أنه لم يتمكن من إغلاق هذه الفجوة بشكل كامل، يعني
نتحدث عن إغلاق حوالي 50% من هذه الفجوة. عندما يغلق 50% من الفجوة ويتابع الزخم بالاتجاه الهابط، عادة نحن فنيا نأخذ إشارة إلى أن هناك إمكانية امتداد الاتجاه الهابط لفترة أطول خلال الفترة القادمة. تمكن فعلا من الوصول بالهبوط نحو مستويات الدعم متمثلة ب 18.65، هي مستويات دعم مهمة ارتد منها السعر أكثر من مرة، لكن كسر هذه المستويات بلا شك سوف يؤدي بتعاملات زوج اليورو دولار الأمريكي بمزيد من الانخفاض والهبوط. وتارجتنا الأول أو هدفنا الأول هو عند مستويات 1.18 بعد كسر مستويات 18.65 اللي نحن عم نشوفها أمامنا. آخر منتج رح نتحدث عنه اليوم وهو مرتبط بقوة الدولار الأمريكي بشكل كبير هو الذهب. حقيقة فنيا الذهب يظهر إشارات عديدة بأن هناك نموذج استمراري بالاتجاه الهابط، واستهدافاتنا للهبوط هي متمثلة بأول تارجت عنا عند 1282 دولار للأونصة. حاليا يشكل الذهب نموذج يسمى بنموذج الوتد الهابط، وهو نموذج استمراري حيث تضيق فيه تدريجيا التعاملات والفولاتيليتي الخاصة بتعاملات الذهب إلى أن نصل إلى نقطة البريك أوت أو نقطة الانفجار السعري، ومن المتوقع بشكل كبير أن تكون أو اقتربنا منها تقريبا حوالي 5 شمعات لا أكثر من ذلك. ممكن يكون الذهب خلال 5 ساعات التالية تحت الضغط الكونسوليديشن هذا أنه يوصلنا إلى مزيد من الهبوط، والتارجت تبعنا كما ذكرنا هو 1282 دولار للأونصة. أي سيناريو صعود فهو رهن بتجاوز مستويات 1200 أو 1300 دولار للأونصة حتى يكون هناك نوع من سيناريو صاعد على الذهب. حاليا الذهب عند 1292 دولار للأونصة، التارجت الأول اللي احنا مستهدفينه هو عند 82، وكسر مستويات 82 يعني إمكانية هبوط أكبر بحوالي 10 إلى 15 دولار على الذهب، وعندها ستكون الفرصة متاحة وقوية جدا لإمكانية الشراء مجددا على الذهب، لأنه راح يكون في عندنا correction wave أو موجة تصحيحية على الذهب بلا شك ممكن أن تصعد بنا مجددا. ولكن حتى الآن الأنظار هي متجهة إلى إمكانية هبوط أكبر على أسعار الذهب. أشكر لكم المتابعة وأراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم.